عليه الصلاة والسلام لما كان في خادم عند سيدنا النبي اسمه سيدنا ربيعة ابن كعب الأنصاري. سيدنا ربيعة ده كان من ضمن خدام سيدنا النبي، وانك تخدم سيدنا النبي ده شرف كبير جدا. ده يعني مجرد انك تقول التايتل بتاع فلان ده خادم النبي صلى الله عليه وسلم، ده شرف كبير. سيدنا ربيعة بن كعب هو بيخدم سيدنا النبي كان بيعمل حاجة دكتورة لمية سيدنا النبي حبها قوي. ايه هي؟ كان كل يوم بعد صلاة العشاء سيدنا النبي يدخل لحجرة من حجراته عند زوجة من زوجاته صلى الله عليه وسلم، فسيدنا ربيعة يجي يقعد على الباب، يفضل قاعد على الباب كده حاطط ودنه كده يسمع سيدنا النبي وهو بيصلي وهو بيذكر وهو بيدعي وهو بيقرأ القرآن، فهو قاعد على الباب مش هيتحرك لغاية ما سيدنا النبي ينتهي تماما من الصلاة والذكر والأوراد ويقوم إلى نومه صلى الله عليه وسلم. سيدنا ربيعة يقوم يجي على صلاة الفجر، قبل الفجر يجيب المية ويقعد عند باب سيدنا النبي مية الوضوء، عشان أول ما سيدنا النبي يجي يخرج من الحجرة يلاقي ماء الوضوء فيتوضأ سيدنا النبي لصلاة الفجر. لما سيدنا ربيعة بن كعب يعني كرر ده كتير قوي وكان مخلص قوي وكان بيقدم معروف لسيدنا النبي وكان بيقدم جميل لسيدنا النبي، سيدنا النبي اتبسط قوي من خدمة سيدنا ربيعة بن كعب الأنصاري. فجي في يوم كده سيدنا النبي عشان نتعلم يا جماعة رد الجميل وعدم نكران الجميل، مش معنى ان ده خادم عندي ان ده فرض عليه، بس بيحسن الخدمة بيحسن العشرة بيحسن المعاملة. فسيدنا النبي في يوم كده قال له يا ربيعة تمنى علي اللي انت بتعمله ده، عمل مهم جدا وعمل كبير جدا وانا مبسوط منك، تمنى علي يعني اطلب مني، اطلب اللي انت عايزه. وده رد الجميل بقى. فسيدنا ربيعة في رواية من الروايات بتقول كده ان هو يعني كان ذكي قوي، ما فكرش في حاجة عادية، حاجة ممكن تنتهي، حاجة وتعدي، لا. قال لي سيدنا النبي أمهلني يا رسول الله، طالما الطلب من سيدنا النبي وسيدنا النبي هينفذ أمهلني. ثم عاد لرسول الله قال أسألك مرافقتك في الجنة. شوف الجميل اللي هو عمله. سيدنا النبي قال له إيه وكان رد الجميل إيه؟ قال له أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله. فسيدنا النبي قال لي سيدنا ربيعة أعني على نفسك بكثرة السجود. عايزين نتعلم من المشهد ده دكتورة لمية إن إحنا محتاجين يا أخوانا لما حد يقدم لنا معروف، حد يقف معنا في موقف من المواقف، إن إحنا نقول له شكرا، إن إحنا نقول له جزاك الله خيرا، إن إحنا نقول له ربنا يبارك فيك وإن شاء الله ربنا يعوضك عن الوقفة دي وعن الموقف ده موقف زيه في يوم القيامة. لكن الظاهرة المنتشرة عندنا النهاردة كتير قوي، يعني تخلص مع الناس وتتعامل مع الناس بكل إخلاص، وممكن تضيع وقتك وممكن تضيع جزء من مالك وممكن يعني يحصل عندك مشاكل، ومع ذلك انت مصر ان انت تقف في ظهر الناس. يعني كمان يبقى في ناس يعني يبقى عيلة قريبين من بعض، ولا زوج وزوجة، والزوجة مثلا او الزوج يقف جنب اهل مراته او جنب اخو مراته او العكس. نعم. فهم يتخيلوا انه ده امر طبيعي، يعني فرض مفروض ان انت تعمل كده، وانت ما عملتش حاجة على فكرة، يعني اكتر من أكتر اللي من المفروض الناس. ده طبيعي جدا على فكرة، وكان ممكن كمان تعمل اكتر من كده. وساعات يتلام الشخص ده، ما هو كل واحد بيعمل اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقدره عليه حسب مقدرته. نعم. فالتاني يبقى طمعان في اللي اكتر، فما يشكرش حتى على اللي بالنسبة له قليل، لكن بالنسبة للشخص اللي بيعمله هو كبير لأنه عمل أقصى ما عنده. أنت عارف حضرتك وإحنا بنتكلم عن الموضوع ده لما نيجي نقول الضد على طول نكران الجميل، وضده يبقى الشكر، وزي ما قلنا إن دي أعمال من أعمال القلوب ودي اللي بتظهر معادن الناس. إنك تقدم الشكر. عندنا مشكلة كبيرة إحنا، يعني ناس كتير إلا من رحم الله حتى ما بيشكروش ربنا، يعني تقديم الشكر لله. لذلك سيدنا النبي يقول لنا كده من لم يشكر الناس لم يشكر الله. وده معناه ايه؟ ان انا لما حد يقدم ليا معروف او يقدم ليا موقف من المواقف وانا ما شكرتوش، تخيلي حضرتك او تاكدي حضرتك من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان اللي ما بيشكرش الناس ده، اللي ما بيقولش الناس شكرا وانا متشكر جدا وربنا يجازيك خير وانت وقفت جنب مني، عمره ما بيقول لربنا شكرا على نعم الله، لانه ما تعودش على شكر ربنا سبحانه وتعالى.